هذا النشاط إلى تنمية قدرات الطالبات ومعرفتهم بأهم الحقوق المدنية التي يجب أن يوعوا بها ويتعرفوا عليها من خلال ورشة عمل تعليم الأقران، حيث أن هذه الورشة جاءت بمشاركة من مركز الميزان لحقوق الإنسان، تقوم بها طالبة متدربة من الكلية الجامعية بسمة الكرد. هذه الطالبة تدربت في مركز الميزان وتلقت هذه الخبرة، ومن ثم تنقل خبرتها لزميلاتها. ونحن نعلم أن تعلم الأقران من الأساليب التي تؤتي أكلها وتفيد أكثر من أن يتعلم الإنسان من المدرس ربما في بعض الأحيان أو في مجالات وورش عمل أخرى. هذه الورشة جاءت لتبين وتوضح للطالبات مدى ضرورة حرصهم على معرفتهم بحقوقهم والدفاع عنها، وخاصة نحن في شعب فلسطيني، شعب محاصر تحاك ضده المكائد، كثير من حقوقنا منتهكة، لابد أن نتعرف عليها في السلم والحرب، في حياتنا الاجتماعية، في الجوانب الصحية، حقهم في العلاج، حقهم في التعليم، حقهم في العيش بأمان، حقهم في أن تكون لديهم كل ما يمتلكه الأفراد في مثل أعمارهم في المجتمعات الأخرى.